بنتي شو هدول؟ أدويتك تاتي. خدي لأشوف. ما رح يفيدوني بأي شيء، عم يزدوا سم على قلبي، إذا بتحطيهم بقلب الزريعة فورا بتموت. تاتي خديهم ولا تعذبيني مشان الله. إيش ماشي. هاي بس لأنك عزيزة علي. إن شاء الله بالشفا. والله أنتي دوايي يا بنتي، دواكي أنتي هو طاهر. تاتي شو رأيك تنسي قصة طاهر وتشيليها من راسك لو سمحتي؟ لك ليش؟ ما شفتي هالشاب قديش حليوة يقبر قلب أمه مهيوب طول بعرض؟ ما شاء الله عليه ما شاء الله. هلأ أنتي ليش مستعجلة وبس بدك تزوجيني تاتي؟ ممكن تقليلي لا تروحي على الجامعة بشتاق لك، شو صار لك بدك تجوزيني وتخلصي مني؟ فهميني إذا ما بدك يعني بروح وبعيش بهداك البيت. كسر لك رجليكي إذا بتروحي لعنده. يا ريت ملك تجي لهون وتعيش عندي. لا تفتح سيرة الزواج إذا بدك ضل هون، شو ممكن؟ ايه بس والله هالشاب حليوة كتير وما بدي اياه يروح على بنتي. لك يا سعرة انتي ما رح تسكتي لحتى اعمل لك هيك. ما عاد فيني، اتركيني بقى، بعملها تحتي وبخليك تنطفي ايدك عن بنتي. بدي اخذ لك ياهن. ما بيصير تتعامل معهم هيك يا ابني، هدول اخواتك هلا صاروا زلم. ايه بس ولا يوم شفتهم عم يتصرفوا مثل الزلم. عمي انت وطاهر ما عم تخلون يحملوا مسؤولية وما نكون اخوة كبار، عم تكونوا الاب بالنسبة لهم. ايه معك حق، هيك عم يصير وهذا واجبنا. بس والله يا عمي كل مصيبة بيعملوها اكبر من التانية. قبل ما يعملوا هاي العمايل ما كنت لهم غير كلمتين يا عمري ويا قلبي، امتى انا كنت هيك عصب؟ فهمني عن اي عمايل عم تحكي مصطفى، والله المساكين ما عملوا شي بنوب. ابني انت مو عم تقول انه اخواتك عم يعملوا عمايل ومشاكل ومدري شو كمان؟ بالنسبة لي الله بيشهد ما شفت ولا سمعت عن اخواتك شي مو منيح، ولو حدا بيعرف عنه شي كان حكالي. اللي صار مع اخواتك مكتوب يا ابني، جاي مجهول. شوف لو صار معك مشكلة بيوم لا تنق، يمكن بكرة تقول منيح صارت معي. تعرف انه بكل خير في شر، وإلا ما يكون في خير بهالمشكلة يا ابني. اسمع هالقصة اللي رح احكي لك اياها. في فرخ عصفور صغير كتير لسه ما طلعوا جناحاته، زحط من عش على شجرة ووقع من فوق على راسه، ما في ولا ريشة على جسمه. برد الجو وأكيد هالعصفور بده يتجمد. فجأة بيمر صياد، وهالصياد بيحمل هالعصفور وبيحاول إنه يدفيه بين إيديه. العفو منكن. بعدين بيحطوا جوات وسخ البقرة، بالدفى اللي بهداك الوسخ نفد العصفور وضل عايش وما تجمد. أول ما طلع الصبح هالعصفور شافوا ثعلب هجم عليه وبلعوا بلقمة وحدة. اللي بدي إياك تفهمه من هالقصة إنه مو كل واحد بيطالعك من مشكلتك بيكون صديق لك، ولا كل واحد بيدخلك بمشكلة بيكون عدو لك. لازم تتعلم الصبر، لازم تكون متفهم، فكر قبل ما تتصرف. مزبوط لازم فكر طبعاً. إيه بس إني عم يفكروا فيني؟ أكيد لا. يا ربي دخيلك، ما تقلي إنه كل هالحكي هاد راح الفاضي مصطفى. بالإذن. ولك أنا كم مرة بدي أقول لك إنه بالضرب والمسبات الحياة ما بتمشي. أمي إيه ما بتمشي. خلينا نحكي الصراحة، بابا معه حق، يعني أنت عم تضغط على أخواتك كتير. بالله هذا اللي طلع معك؟ طيب ماشي، دفعوني الثمن إلي ولزوها لصة فيني، لوموني على كل شي صار معكم. شو هالشغلة؟ قلي شو؟ اسمع طاهر، الزلمة اجى على تركيا من 15 سنة وأخذ الجنسية كمان. هلأ مع مين إله علاقات ما بعرف بالضبط، بس كل ما سألت حدا عنه بيقلي ما تسأل. هالشي بيعني إنه خطير، مو مخلي تجارة سلاح ومخدرات وكل الممنوعات مشتغل فيهم. الشغلة الغريبة الكل بيعرف هالشي عنه بس ما حدا عم يقدر يوقفه. ايه وهالاجتماع يلي عمله من شان يشتري المراكب من باب الاستعراض.